يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا كان التوسل بجاه الأولياء والصالحين وبحقهم يعد بدعة وليس كفرا؟ لأنه يدعو الله عز وجل لكن بجاه أو بتوسل بالصالحين، فهذا بدعة. الواجب أن تدعو الله بدون توسل بالصالحين وبدون توسل بجاه الرسول، لأن هذا ما ورد. البدعة ما لم يقل عليه دليل، وهذا ما عليه دليل أنك تدعو الله بجاه النبي أو بواسطة النبي، ما ورد هذا. فالعبادة التي ليس عليها دليل هذه البدعة. نعم. وهو لم يدعو الرسول حتى يقال أشرك، ويدعو الله لكن عند قبر الرسول، هذه وسيلة للشرك. نعم.